بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 24. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا مع قوله تعالى: قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا. وقلنا في الحلقة السابقة إن من عادة الكفار في كل زمان أنهم يتطيرون بالرسل وأهل الخير وينسبون ما يحصل من الضيق والشدة والفقر إلى أولياء الله عز وجل، وأنهم السبب، وأنهم هم الذين ضيقوا على الناس وسببوا لهم النكبات، كما هو مشاهد الآن من أقوال إخوانهم الموجودين الذين يتطيرون بالصالحين وأهل الخير وأهل الإيمان. والله جل وعلا رد عليهم بقوله: كل من، قل كل، أي الحسنة والسيئة من عند الله لا من عندي، وإنما الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. والواجب على أهل الإيمان إذا أصابهم شيء أن يحاسبوا أنفسهم وأن يتوبوا من ذنوبهم. أما أنهم يتشاءمون بأهل الخير ويقولون هذا بسببهم، فهذا من أمور الجاهلية. ثم قال جل وعلا: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هذا تعجب من الله جل وعلا من حال هؤلاء الذين ينسبون الخير إلى الله وينسبون الشر إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ينسبون الحسنة إلى الله وينسبون السيئة إلى محمد ويقولون هذه من عندك. هذا لعدم فقههم وعلمهم بشرع الله سبحانه وتعالى وسننه الكونية وسننه الشرعية. ما قالوا هذه المقالة إلا لجهلهم وعدم فقههم. لا يكادون يفقهون حديثا. ما لهؤلاء القوم الذين يقولون هذه من عندك، لا يكادون، يعني لا يقربون من الفقه. ما قال لا يفقهون، بل قال لا يقربون من الفقه، وهذا لبعدهم عن الفقه في دين الله والتفقه في دين الله. فهذا مما يحث المؤمنين على التفقه في دين الله والتفكر في آيات الله الكونية والشرعية. لا يكادون يفقهون، أي يفهمون حديثا، لا يفهمون القرآن والسنة، وإن كانوا قد يسمعونها وهم عرب فصحاء، لكنهم لا يفهمون معناها، لأنهم لم يصغوا ولم يتدبروا، وإنما يسمعون وهم معرضون ومنشغلون، أو يرددون القرآن إذا كانوا ممن يدعون الإسلام، يرددون القرآن ويحفظونه وهم لا يفقهونه، كحالة كثير من المنتسبين إلى الإسلام كالخوارج والمعتزلة وسائر أهل الضلال، فإنهم يقرؤون القرآن ولكن لا يفقهونه، ولذلك يقولون بخلافه في عقائدهم وفي معاملاتهم وفي أخلاقهم، نتيجة لعدم الفقه في كتاب الله عز وجل. فالفقه أمره عظيم،
وما أصيب الخوارج بالغلو إلا لعدم فقههم في دين الله، وكذلك سائر أهل الضلال ما أصيبوا بالضلال إلا لعدم فقههم في كتاب الله واعتمادهم على غير كتاب الله عز وجل، لذلك أصيبوا بهذه المصيبة. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، والحديث معناه القرآن، قال سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، قال سبحانه: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. الله نزل أحسن الحديث، فالقرآن هو أحسن الحديث وهو أصدق الحديث، لأنه كلام الله الذي لا يتناقض ولا يتأخر ما جاء فيه من الأمور والأحكام، لا تتأخر عن مواقيتها التي وقتها الله لها. ثم قال جل وعلا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا تفصيل من الله جل وعلا لقوله تعالى: قل كل من عند الله. فالحسنة والسيئة من عند الله قضاء وقدرا. وأما من ناحية أعمال العباد فإن الحسنات من الله فضلا وإحسانا، وأما السيئات فهي بسبب ذنوبهم ومخالفاتهم قدرها الله عليهم عقوبة لهم. هذا هو الفقه في دين الله، أن ما يجري في هذا الكون كله من الله لحكمة عظيمة، فإن كان خيرا فهو فضل من الله جل وعلا، وإن كان غير ذلك فإنه بسبب أفعال العباد وتصرفات العباد، وهو قضاء وقدر من الله على هذه الأفعال عقوبة وتذكيرا وزجرا عنها. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثم قال جل وعلا: وأرسلناك للناس رسولا. أرسلناك أيها النبي، هذا خطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أرسلناك، والرسول هو من بعث بشرع وأمر بتبليغه. أرسلناك للناس رسولا، فهو رسول من الله جل وعلا، ليس له من الربوبية والألوهية شيء، وإنما هو عبد لله ومبلغ عن الله جل وعلا. فهذا فيه نفي الغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. وأرسلناك للناس رسولا، ثم قال: وكفى بالله شهيدا. كفى بالله شهيدا على صحة رسالتك، فهذا من أدلة أو من دلائل النبوة، وهي شهادة الله له ومشاهدة الله له، وهو يقول: إني رسول الله، ويأمر وينهى ويقاتل. فلو كان متقولا على الله لما أقره الله عز وجل. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.